هذا سؤال يقول هناك من قال لي بعض الناس قال لهم كل يوم تعيدون الصلوات الخمس، يعني الظهر تصلينها مرتين، العصر مرتين، المغرب مرتين، العشاء مرتين، الفجر مرتين، من باب الاحتياط سبحان الله تكون صلاة قديمة لم تقبل أو أنسيتيها أو شيء أو غير ذلك من الأمور. هذه بدعة، هذا من البدع، هذا لا يجوز. ولا يجوز أن تعاد الصلاة في يوم مرتين، لا يجوز أن تعاد الصلاة في يوم مرتين، فهذا بدع، هذه بدعة، وهي أن تعاد الصلاة مرتين من باب الاحتياط. لا، بدل هذا تقول أكثرن من النوافل بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر، بعد العشاء إلى الفجر، وقت الضحى، هذا أكثرن من النوافل، هذا طيب.